اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نشوف النهارده منظمات البيت والمطبخ وادوات التعقيم في المنازل. طبعا مش عندنا الحاجات دي خالص، الحاجات دي بره. دي تعقيم الخضار او الفاكهه او اي حاجه حلوه جدا. كل حاجة بتتحط بيعقمها. عندهم أجهزة رهيبة وكانت بتعجبني قوي، بحب اتفرج على الفيديوهات دي، وبحب يعني حبيت اشارككم معايا في الفيديوهات والحاجات اللي عجباني. بص، وحطيت الفرشة وبتسيبها تعقم. منظم الميك اب والكريمات برضو عجبتني اوي. متنسوش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، فعلوا الجرس وقولوا ايه رأيكم في النوع ده من الفيديوهات، عجباكم ولا هنكمل ديكورات بس. بصوا الحاجات الدولاب عندهم ببصمة الايد حلوة قوي. بس منظم الشوزات وحذية البيت دي برضو حلوة قوي، بس حطيت التعقم. كل حاجة عندهم بالتعقيم.